بسم الله الرحمن الرحيم. قررت اليوم اشرح لكم الميدبوينت ثيوريم. ميدبوينت ثيوريم هي لصف الثامن مش للبريفي. يعني مثلا باول درس بالجيومتري بالبريفي هيدا داخل فيه. هو اول درس مش بس اركس اند انجلز او تانجنتس اند سيركلز، هو فيه كل المراجعه لصف الثامن، عشان هيك كتير مهم هذا الدرس. فالميدبوينت ثيوريم عندنا نحن بس شغلتين فيها، مش انه صعبه. واحدة بالرايت تريانجل، لازم يكون رايت تريانجل. يعني انا عندي هيدا رايت تريانجل، رايت كل ما يقول لي رايت لازم اعلم وين الرايت. انا عندي قال لي تانجنت مثلا، اكيد مش بهالدرس، بس انه اذا قال لي تانجنت فبدي احط كمان علامة التسعين. كل شيء عندكم اياه برهنتوه، عندكم اياه جيفن تكتبوه على الرسمة، والا ما حتعرفوا تشرحوا. يعني حتى انا اذا ما بكتبهم على الرسمة شو معي جيفن، انا علمت مثلا هذا السايد ايكوال السايد، هاي الانجل ايكوال هالقد، ما حبعرف برهن. فهي لانه واحد بينسى. فهيدي 90 هذا رايت تريانجل. انا عندي هاي النقطه مثلا ميد بوينت لهذا الخط، هذا الخط لانه بوجه 90 شو اسمه هايبوتنيوس. اذا هيدي النقطه ميد بوينت فشو صار اسمه هذا الخط؟ صار اسمه ميديان. ونحن عندنا قاعده الميديان بقلب رايت تريانجل شو بتساوي؟ هايبوتنيوس اوفر 2. ها هي قاعدة، هاي ميد بوينت ثيرم. يعني اوقات بيعطيني اياها بالعكس، رح اشرح لكم اثنين. هاي اذا مباشرة، اذا قال لي تريانجل رايت دغري بيقول له الميديان بتساوي هايبوتنيوس اوفر 2. اوقات شو بيقول لي؟ بيقول لي مثلا معي ميديان ايكوال هايبوتنيوس اوفر 2. كيف يعني بيقول لي اياها؟ بيقول لي مثلا هاي 3 هاي 3 وهاي 3، بيقول لي هيك. شو بيجي انا بتطلع بلاقي مثلا هيدا مين؟ لانه هاي 3 وهاي 3 معناتها هي ميد بوينت، فشو صار اسمه هذا الخط؟ ميديان. طيب هيدا الميديان بيساوي نصه لهذا الهايبوتنيوس، لانه كله قديش؟ 6، وهيدا 3 ف 3 نص ال 6. يعني انا فيني اختصر شو اقول له مثلا اذا انا سميتهم اي بي وهاي سي، وهون عندي نقطه ام للميد بوينت. انا بقول له الام ميد بوينت للبي سي، الام ميد بوينت للبي سي. صار عندي الاي ام شو صار اسمه؟ از ميديان. طيب اذا الاي ام ميديان، انا لازم برهن الميديان بيساوي نص الهايبوتنيوس لحتى يعطيني رايت. يعني هيدي كانه صار كونفرس اوف ميد بوينت ثيرم، بيكون عاطيني قياسات باللي برهنها رايت. اذا قدرت برهن انه هيدا الميديان اي ام ايكوال ام سي ايكوال ام بي، هي ذاتها بتصير ميديان ايكوال هايبوتنيوس اوفر 2. ليه؟ لانه انا لما قسمتهم هيك قلت هيدا بتساوي هاي بتساوي هاي، هاي كلها قديش؟ 6، نصها قديه نصها؟ 3، فمعناتها هاي بتساوي هاي بتساوي هاي. فانا بس برهن له هاي، بقول له انه تريانجل از رايت كونفرس اوف ميد بوينت ثيرم. هاي قاعده اول ميد بوينت ثيرم. ثاني ميد بوينت ثيرم بيكون عندي تريانجل، اني تريانجل، اني مش ايسوسيلس، اني تريانجل بيكون عندي هاي ميد بوينت لاول خط، يعني هاي ايكوال لهاي، هاي ميد بوينت كمان لتاني خط، يعني هذا السايد ايكوال لهذا السايد. فالخط اللي بيجمع تو ميد بوينتس بيكون بارلل على الثالث وايكوال لنصه. هاي قاعده ميد بوينت ثيرم، لحتى اسميهم A B C، ولنقول هاي M وهاي N. فانا لازم يكون عندي بهيدي القاعده ثلاث شغلات، بهاي الميد بوينت ثيرم ثلاث شغلات. شو هني؟ اول واحدة الام ميد بوينت، هاي اول شغلة. التانية ان ميد بوينت. التالتة شو هي؟ انه الخط اللي بيجمع التو ميد بوينت صار بارلل على البي سي وايكوال نصه. التالتة انه الام ان صار بارلل على البي سي اند ام ان ايكوال بي سي على 2. يعني هو ثلاث شغلات بده يكون عندي ميد بوينت وميد بوينت، هيك بده يكون ميد بوينت من هون ميد بوينت من هون، وصارت هذا الخط طلع هذا الخط. ثلاث شغلات. ليش عم بقول انا ثلاث شغلات؟ اوقات مثلا بيعطيني بالسؤال بيقول لي برهن ان ميد بوينت، برهن الان هاي برهنها ميد بوينت، وبيكون عاطيني ام ميد بوينت وعاطيني خطين بارلل. يعني عاطيني وحده ميد بوينت وخطين بارلل، فانا بقول له تبرهنت الثالث. حيلا اثنين عاطيني اياهم بتتبرهن الثالث، لازم الثلاثة يكونوا مع بعض ليصير اسمها ميد بوينت ثيرم. فحيلا وحده من هول بيقول لي برهنها،
اذا لقيت اتنين موجودين تطلع مع التالت. فانتوا احفظوا لي اياها، اذا ام ميد بوينت وان ميد بوينت صار هذا الخط بارلل على التالت وايكوال نص. هاي اسمها كمان ميد بوينت ثيرم. هاي كتير بتيجي اذا برهن خطين بارلل او اذا بيقول لي برهن ان ميد بوينت، فبيكون معي ام ميد بوينت وعندي خطين بارلل بتصير هاي ميد بوينت. هذا درس الميد بوينت ثيرم. اي سؤال انا بالخدمه.